انتوما الكيش من بعد ما يوز 10 دقائق شتي كيطلع كيتنفخ، غادي يتحمر شويه مازال، نخلي وحده يتحمر. السلام عليكم، اليوم غادي ندير معكم لي كيش، العمارة ديال لي كيش. انا درنا فيديو خاص غير بالكيش خاوي، هانتوما غادي تكونوا دابا حضرتوه، وحتى اللي ما حضروش يرجع للفيديو ديال العجينات الكيش او القوالب الكيش، هما موجودين. دابا بقات لينا الحشوه، انا درت هذه المره غادي نديروا لكم بالكروفيت. الحشوات عندنا متعدده، كل مره غادي ندير لكم واحد النوع. غادي نحتاجوا الكروفيت او القمرون، هانتوما هذا انا شحطوا فيه شويه ديال الثومه الملحه والبزار، زيت العود، وشويه ديال الربيع. درت انا الثومه وبرا، ممكن ديروا حتى الطريه، هانتوما هذا ما طايبش بزاف، يخليه شي شويه ميكويسو باش يكمل الطياب ديالو في الفرن. الحشوه كذلك غادي نحتاجوا هنايا البورو، انا حتى هو طيبتو، طوف شويه ديال الزبده حيت الزبده بغيتها ترطبوا ليا مع البورو، كيكون شويه عصي. درت الزبده الملح والبزار والثومه، صافي هادشي اللي درت، طيبتو مزيان، ها هو واجد. غادي نحتاجو الجبن الاحمر، غادي نحتاجو كريمه الطهي، هذه 200 غرام، غادي نحتاجو 200 غرام ال 25 قطعه. عندي 3 ديال البيضات كامله، الملح والبزار وشويه ديال الكوزه، وملعقه عامره ديال الدقيق الابيض. هذا الكروفيت صحيح هذا غير للتزيين، كتبقى للتزيين. 200 غرام هنا ديال الكريمه الطهي، الا كانت عندكم هذيك الكريمه القاص اللي هي قاصحه بزاف كنزيدوا ليها شويه ديال الحليب، هذه سائله. بالنسبه للكميه شحال كتقدنا، الا كانوا عندنا 25 بياسه او 25 قالب كيخصوا 250 غرام ديال كريمه الطهي. نديروا فيها الملح الكافيه، ما نساوش بان الحشوه راه مالحه، ما نكثروش الملحه في الكريمه. شويه البصل، الكوزه كتبغي كتعطي واحد النسمه خاصه لهذا لاباراي اكيش او هذا الخليط ديال الكيش، واللي ما بغاش يديرها يقدر يستغنى عليها. البيض، 3 البيضات كاملين كامله، والدقيق ملعقه عامره، نخلطو شي مزيان، نسالمو عندنا المكونات ونحطوهم جانب. دابا غادي نبداو في الحشو ديال القوالب ديال كنستفوهم، الأحسن تستفوهم ويكونو بيناتهم اتساع باش إلا ممكن يتكب ليكم منهم هداك السائل أو لاباراي اكيش وما يتلصقوش مع بعضياتهم. نحطو واحد كميه كافيه من البولو، نوزعهم على القوالب كلها، ما عندناش كميه بالضبط شحال، كيبقى لكم الاختيار. نكملو حتى نعمرو كلشي لي كيش ديالنا. هانتوما شتو وزعنا هذا البورو على القوالب الكيش. دابا نديرو الكروفيت، نهزو الحبات، غادي تشوفو حيت كاينين الحبات لي كيكونو كبار وكاينين لي صغار. دابا غادي ندير كمية ديال الفرماج، وضروري فرماج في لي كيش، نوزعهم. أنا كنفضل ندير الفرماج هنايا، منديروش مع الخليط ديال الكيش، لان هنا كتعرف بان كتحط كميه مناسبه لكل قالب، كتوزع الفرماج او الجبن بالتساوي. دابا وزعنا كلشي قدينا،
خلينا دابا نوزعوا الخليط ديال الكريمه. انا عندي هذا لونطونوا، كنقولوا لي لونطونوا، نتوما ممكن ديروا بالبرياق او ديروا بالمعلقه كيف قالكم لي. غير باش تعرفوا كيفاش كنستعملوا هذا، الا شفتوه تقدروا تشريوه اللي كان ممكن يشريه، راه كاينين دابا باثمنه ماشي غاليه. بسم الله. كنتحكموا في الكوبان ديال الخليط. هانتوما شتو 250 غرام بقات فيها واحد شويه، صافي. انا غادي نشعل الفران دابا على 180 170 180 ونخليهم يطيبوا حتى يتحمروا. المهم غادي نقول لكم شحال ديال التوقيت اللي شد ليه. هانتوما الكيش من بعد ما دوز 10 دقائق شتي كيطلع كيتنفخ، غادي يتحمر شويه مازال، نخلي واحد يتحمر. كيشا وما طابو دوزو 20 دقيقة في الفران على 170، هانتوما شتو كيطالعين الريحة اللي كتعطي، راه كتشي تسنى غير متى توصل وقت المغرب. دابا غادي يديرو ليهم التزيينة ديالهم ونقدموهم. ها هو التقديم النهائي ديالنا ديال لي كيش بالكروفيت والبواغو، كيجيو بنان، كيجيو في المنظر شاهين. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، يتقطع على الجرس يوصلوا الجديد، وحطوا تعليقات ديالكم، حطوا اعجاب، زورونا في الانستغرام شاف امري، شاف لبنى امري. بالصحه والراحه.